السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشاهدوا واحد المباراة اللي كانت جميلة ورائعة جدا بين المنتخب الأردني ومنتخب كوريا الجنوبية. مباراة اللي كانت صراحة رائعة وتستحق المشاهدة. مباراة اللي قدم فيها المنتخب الأردني بين أوراق اعتماده. صراحة مباراة كان فيها ند لند مع المنتخب الكوري الجنوبي. فصراحة نأسف أن المنتخب الأردن ضيع مباراة من يديه، مباراة اللي كانت تحسم التأهل. فخلينا جميعا نشاهدوا الملخص ديال هذه المباراة هذه ونستمتعوا بالأهداف الجميلة والرائعة التي كانت. ثلاثة سادة مشاهدين متابعين في كل مكان من ملعب الثمامة هنا بالتأكيد في بطولة كاس آسيا وتحديدا في هذه النسخة التي تستضيفها قطر مرة أخرى في استضافاتها لبطولة كاس آسيا والتي يبحث من خلالها المنتخب الأردني في نتيجة مهمة جدا في مباراته أمام منتخب كوريا الجنوبية وفي محاولة تكرار فرحة عربية أخرى بعد انتصار كان في الأمس بالنسبة للمنتخب العراقي الشقيق أمام المنتخب الياباني في واحدة من المباريات التي كانت بالتأكيد حديث القارة الآسيوية بالأمس. كل التوفيق للشام الأردن في مباراة اليوم في تكرار ذلك الانتصار وتحقيق نتيجة أمام سون ورفاق قنوات اس اس سي الرياضية والشاهد في اي بي. هذه في المباراة التي يتواجد فيها المنتخب الأردني، الكل يعرف الذكرى. يبدأ مبكرا الكرة تصل إلى سون. مسار البطولة ممكن يتغير على حساب الفرص، ولكن ما زالت هناك فرص قوية لحظاتها ننتظر، وما زال الكوري يحاول والتسديدة قد تأتي بعيدة. كثر منها. حلوة التسديدة هذه، حلوة الكرة إلى خرفوضي. خففون الضغط شوي. شوف سون، يا ساتر بيلعب لك موسى، عرضها يا إحسان سيف. وهذه اللقطة شوف الروح العالية، لكن الآن مرور تصويبه يا ساتر. أوف على هذه اللقطة، شوف اللقطة. الفرصة تضيع، وصلت إلى سون. يا ساتر. سجلوا في الوقت الذي كنا لا نريد فيهم أبدا أن يصلوا. يا للفرحة التي لم تكتمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله غادي نديروا ردة فعلي على المنتخب العراقي والمنتخب الياباني. صراحة مباراة اللي غتكون مباراة قوية، مباراة رائعة بين الطرفين. الكل يرشح المنتخب الياباني نظرا لما قدموا خلال مونديال قطر، حيث هزم المنتخب الألماني وكذلك وقف ند لند للمنتخب الإسباني. فالمنتخب الياباني خلال هذا الكأس الكل يرشحه ويرى أنه هو المرشح الأول للنيل والظفر بهذه الكأس. خلينا نشوف جميع هذه المباراة هذه ونستمتع بهذه الأجواء بين الفريقين قويين، فريق أو منتخب العراق ومنتخب اليابان. يلا نبدأ إن شاء الله. عمل المدينة التعليمية أحد الشواهد التاريخية أيضا على بطولة كأس العالم 2022، واليوم أيضا للمرة الثانية يستضيف بطولة كبرى، وليكثر من ذلك بحكم أيضا أن ملعب المدينة التعليمية كان قد استضافت قبل ذلك أي مباريات بطولة كأس العالم. ياسر السلطان حكم المساعدة الثانية في هذه المواجهة، وهذا ضغط من طرف العراق لكن تسلل. واو العراق. الله جول. برافو العراق يسجل أول أهدافه أمام اليابان. أيمن حسين يسجل هدف برأسه، لا تصد ولا ترد، هدف رائع جدا. الله عليك يا عراق، الله، ما هذه الروعة، ما هذا الهدف الجميل، ما شاء الله. رائع. صراحة العراقيين يقدمون مباراة للتاريخ، مباراة جيدة. الله خطأ. ضربة صعيبة للوجه. لحد الآن العراقيين عطروا الكمبيوتر الياباني. جابن تحتاج إلى أنتي فيروس
المنتخب الياباني في الكرة ثلاثة أهداف لحد هذه اللحظة، بينما هنالك سبعة لاعبين يسجل من خلال أهداف هذا اللقاء. كرة بمحاولة ملعوبة لهم، تكتيك رائع وتكتيك رائع من المدرب العراقي. الله على مشارف المنطقة عن طريق اللاعب مينامينو، حاولت مينامينو ملعوبة إلى خارج أرضية الميدان، لازالت في أرضية الميدان. حذاري من العودة لليابانيين. كرة واتارو عنده، كرة واتارو هذا لاعب خطير. واتارو عنده هنالك مرتين فازت اليابان اليوم. يلعبها في الجهة اليمنى أرضية ملعوبة. جلال. برافو الحارس جلال. يتدخل ويبعد منطقة الجزاء، عادت من جديد يابا تلعيم الحسين. مر بعد ذلك إبراهيم، لازالت مستمرة وقائمة راسية رفضت على نظافة. حذاري ملعوبة من علي طاب، كرة بمحاولة تسديد. برافو تكرار مثل هذه التسديدات هي اللي تجيب الهدف. كرة محاولة أمامية داخل الحمد لله داخل تلاعب حسن في الكرة ضيع والكرة بعد ذلك إلى خارج هذا. هكذا يجب أن يكون دواسيا. دفاع متماسك للعراقيين، دفاع السماتة رائعة. الله، جول هدف التالي للمنتخب العراقي. من أين لك هذا يا أيمن حسين بهذه الأهداف الجميلة الرأسية؟ يا سلام رائع جدا من أيمن حسين لاعب الفريق الرجاء البيضاوي سابقا. صراحة المنتخب العراقي قدم مباراة رائعة بين فيها الروح الفريق، روح المنتخب العراقي، لأن الكل كان يرشح المنتخب الياباني، إلا أن المنتخب العراقي أوقف هذا المد للمنتخب الياباني وسيطرته على كأس آسيا. فالجميع يرشح المنتخب الياباني للظفر بهذه الكأس، ولكن من خلال هذه المباراة تبين بأن من يقف ويلعب بروح الجرينتا والروح يعني الجدية، وخصوصا أن المدرب العراقي قدم تكتيك عالي جدا في المباراة. فهذا هو الرياكشن ديالنا في هذه المباراة هذه. أتمنى إن شاء الله يكون نال الإعجاب ديالكم، وما تنسوش سبسكرايب شير وكومنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.